بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لتعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. بدك سيارة وفيرة حلوة وعصرية؟ والأهم من هيك، موديل 2019؟ هلأ هيونداي بتقدم لك أكسنت 2019 الجديدة كلياً بسعر $13,900 من دون TVA وتسجيل. للمزيد من المعلومات زوروا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام /هيونداي لبنان، وإذا حبين تجربوا السيارة اتصلوا فينا على 01-886-222. لعبة كلمات متقاطعة تعصف بالمشهد السياسي. نحن بانتظاره كلمتان اختصر بهما رئيس الجمهورية عملية تأليف الحكومة والرسالة موجهة إلى الرئيس المكلف، وجاء الجواب مهذبا من الحريري: أسمع من الرئيس ولا أسمع عنه، وبالتأكيد لا أستمع إلى الاجتهادات والدراسات، في إشارة إلى جعبة وزير العدل. لا تلعبوا بالنار، ثلاث كلمات اختصر بها الأمين العام لحزب الله كل المشهد السياسي بما فيه عملية التأليف. والرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وإلى تيار المستقبل، وإلى كل من يسعى إلى ربط عملية التأليف بالحكم المفترض صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان. لعبة الكلمات الثلاث اعتمدها أيضا تيار المستقبل، فكان الرد: لا تلعبوا بالعدالة. بناء عليه تطرح التساؤلات التالية: أولا، هل ينتظر التأليف قرار المحكمة الدولية؟ ثانيا، هل إدانة حزب الله أو بعض رموزه تفضي إلى منع دولي لتوزير الحزب؟ ثالثا، كيف سيكون رد الحزب في السياسة أو في الشارع؟ رابعا، كيف سيكون موقف رئيس الجمهورية؟ هل سيقدم السلم الأهلي على القرار الدولي، خاصة وأن في الأحكام الدولية لا عفوا خاصا يصدره رئيس الجمهورية؟ وما الخطوات الإجرائية التي سيقدم عليها بعد الأول من أيلول في ضوء استحالة سحب التكليف دستوريا؟ خامسا، كيف سيكون موقف حركة أمل؟ وفي حال التضامن كيف يمكن حماية الميثاقية التي تكون قد فقدت مكونها الشيعي الأساسي؟ سادسا، ماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية في حال طال انتظاره في ضوء رفع الرئيس المكلف ثلاث لاءات: لا اعتذار، لا حكومة أكثرية، لا إقصاء؟ كل هذه الأسئلة تبقى افتراضية، وقد احتاط لها السيد حسن نصر الله بدعوته المبكرة: لا تلعبوا بالنار. إذن رئيس الجمهورية حدد على مسمع من الرئيس السويسري الضيف موقفه من عملية تأليف الحكومة. بهي المرحلة رئيس الحكومة المكلف هو اللي بده يألف الحكومة، وبالمرحلة النهائية طبعا في صلاحية رئيس الجمهورية انه يطلع ويوافق حتى يمضي. لحد هلا بعدنا بالمرحلة الأولى، بقى يبدو انه هلا سمع كفاية رئيس الحكومة مطالب وكلها، هلا اطني عليه ياخذ المبادرة ويألف، نحن بانتظاره. الرئيس نبيه بري جدد موقفه الداعي إلى الإسراع في عملية التأليف. أنا مبطل حرص عن فخامة الرئيس وعن دولة الرئيس في الوصول إلى حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل. النائب ميشيل موسى استعجل التأليف أقله لدواعٍ اقتصادية مالية. في مراوحة بأمر تأليف الحكومة، وهذا أمر طبعا يعني مطلوب العكس كليا. واضح أنه في إشكالية اقتصادية كبيرة، لأنه في مشكلة مالية كبيرة اليوم بالبلد. طبعا الأمر يعني يستدعي التعجيل بالتأليف، لأنه هذا يعيد ثقة. هل المطلوب اليوم رئيس حكومي حليف لسوريا وليس خصم لسوريا؟ لا، أنا بقدر أنه يعني الأكترية الساحة اليوم سمت رئيس الحريري، وفي مصلحة إذا بنحكي بحكومة وحدة وطنية، وهذا مطلب يعني تقريبا شبه إجماع عند الكتل السياسية اللبنانية. ما فيش تغير بهذا المشهد، لكن المطلوب اليوم إزالة العقبات من إمام التشكيل والشروع في التشكيل. النائب عبد الرحيم مراد دعا إلى تقديم تشكيل حكومة أو تشكيلة حكومية وحكومة أمر واقع.
فخامة الرئيس بعتقد انه معظم تصريحه مش عم تعطي حد نهائي او شيء، عم بحاول يحرض على سرعة التشكيل وعلى سرعة لحلحة الامور. صار فيها التداخل الخارجي مع الاوضاع المحلية، يمكن صار مطلوب من دولة الرئيس المكلف انه يتشاور مع فخامة الرئيس ويطرح المشروع معين ويحط الناس تحت الامر الواقع. يعني نحن كمان لما عم نطالب، نحن كمجموعة سنية عم نطالب، عم نقول انه طبقوا الكلام اللي انتم وعدتوا فيه الناس، ما تتجاهلوا احد. يعني في عقدة سنية ايضا؟ لا يعني في 40% تقريبا، 40% من الرأي العام السني انتخب 10 نواب. طيب ما بيجوز تجاهلهم، هو انه مش كلهم كتلة واحدة، في 6 كتلة واحدة. طيب ممتاز، 6 بيطلع لهم وزير. يعني من الاخر تقريباً. استاذ عبد الرحيم مراد، هل المطلوب اليوم رئيس حكومي غير الرئيس الحريري يكون اكثر على علاقة مع سوريا، لا يكون خصم لسوريا؟ قصة سوريا ما نستسهلها، نحن محتاجين سوريا مش سوريا محتاجتنا. نحن محتاجين انه نصرف انتاجنا الزراعي، انتاجنا الصناعي، ونحن محتاجين انه تعود الامور لطبيعتها. يعني ما فيش نقول تقطيع، ما في شيء اسمه تقطيع مع سوريا، اعادة يعني علاقات جيدة مع سوريا. يعني الرئيس الحريري هو الشخص غير المناسب؟ يعني لحد هلا الرئيس الحريري ما بعرف انا هدول شو السبب، يعني انه رافض كليا العلاقة مع سوريا غلط. رئيس التقدمي وليد جنبلاط الذي التقى الرئيس نبيه بري استعجل التأليف لإخراج البلاد من المأزق الحكومي. لابد من الإسراع، لابد من الخروج من المأزق الحكومي، لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل. والوزير علي الخليل يعني أعطانا مؤشرات مخيفة، لذلك لابد من حكومة كي تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق. ورفض جنبلاط ذريعة العقدة الدرزية. ما في عقدة درزية، ليش بيكون في عقدة درزية؟ لأنه فرض مرة إذا بدك تقولي في عقدة درزية، طيب نرجع ونعمل انتخابات من جديد. طيب ما ربحنا الانتخابات، إلا إذا بدكم نعمل انتخابات جديد، نعمل سيناريو جديد، ساعتها إذا ربحنا مجددا ترجع العقدة، وإذا خسرنا صحتنا قلبه. ووجه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية من دون أن يسميه في موضوع نيابة رئاسة الحكومة. غير منطقي أو غير مفهوم دستوريا وقانونيا مطلب نيابة رئاسة الوزارة، هذا مش موجود. له الحق رئيس الوزراء في أي مناسبة أن يكلف أحد الوزراء بترأس لجنة شيء، أما نيابة الرئاسة منا موجودة بالأساس، ما يعني مش علمي موجودة. وسجل موقفا في موضوع المحكمة الدولية. المحكمة الدولية شكلت وموجودة، والحكومة اللبنانية منذ أن شكلت تلك المحكمة تقوم بتمويل تلك المحكمة. والمحكمة الدولية إذا بعدني مش غلطان، لأنه رحت لها من سنتين ثلاثة، أدانت أشخاص، ولا يستطيع التاريخ أن يقف اليوم عند هالأشخاص. الاستحقاقات الداخلية الاقتصادية النقدية توازي أهمية المحكمة الدولية إن لم تكن أكثر. خلي المحكمة تشتغل شغلها. وكان وزير المال علي حسن خليل قد قدم خلال لقاء بري جنبلاط الذي شارك فيه تيمور جنبلاط وغازي العريضي، قدم عرضا للواقع المالي وأزمة الكهرباء، وقال إننا أمام وضع اقتصادي ومالي دقيق جدا، وإذا لم تتشكل الحكومة فسنواجه أشهرا صعبة جدا مع بداية العام 2019، لسيما وأن الضغط بدأ على لبنان من المؤسسات المقرضة أو المانحة. وأشار خليل إلى أننا على بعد أشهر من تسديد الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب. وزير المال كان أيضا قد استقبل المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود. سعادة المدير صباح الخير. أهلا، صباح النور، يعطيكم العافية. طبعا البشرة كانت جيدة ولاقت كل الاستحسان، ولكن المواطن يسأل متى باستطاعته البدء من الاستفادة من القروض الإسكانية. هو معالي الوزير المالية امبارح أكد أنه رح يكون في دعم من قبل وزارة المالية لفوائد القروض السكنية، يعني بدل المقترض أو المواطن اللبناني اللي عم يقترض عم بياخد راس المال من المصرف عبر المؤسسة العامة للإسكان، ووزارة المالية بتدعم الفائدة. هلأ هذه الشغلة بدنا عم ندرسها لنتأكد إذا بتزبط من خلال بدون ما يكون في تشريع قانوني أو بدها تشريع، لأنه إذا عم نروح لتشريع قانوني معناتها ما ننطر مجلس النيابة، واليوم الكل بيعرف أنه في 3 اقتراحات قوانين موجودة بالمجلس النيابة لهالموضوع، وممكن كمان يتقدم اقتراح رابع. يعني العملية منها بشكل سهل،
مش بكرة أو بعد بكرة، ولكن عم نشغل عليها. وكانت أحد الاجتماعات امبارح، وأكد فيها معالي الوزير على أنه في دعم رح يكون من وزارة المالية. يعني إذا كان لابد من تشريع، هذا يعتبر تشريع ضرورة لأنه يتعلق بأمر حيوي للناس. يعني نحن نتمنى هالشي يحصل، ولكن الموضوع منه على صعيد المؤسسة العامة للإسكان، هذا موضوع عم بيندرس بشكل دستوري على مستوى أعلى. استاذ روني، طبعا انطرحت بعض أرقام أنه المبلغ الأولي المرصود هو 1,000,000,000 ليرة ولتمويل نحو 5,000 وحدة سكنية، هل هذه الأرقام لا. دقيقة؟ خلينا يعني نوضح شغلة، هي عادة بآخر 5 سنوات المؤسسة العامة للإسكان كانت عم تلبي 5,000 عائلة لبنانية ليكونوا منازل. القيمة الرأس المال يلي كان عم يندفع من قبل المصارف هو بحدود 1,000,000,000,000. ليه؟ لأنه بمعدل وسطي للقرض بحدود 190 مليون. تنذكر أنه المؤسسة العامة للإسكان ما بتعطي قروض أعلى من 270 مليون ليرة، سقف القرض 270 مليون. أكيد في ضوابط وشروط لتكون مخصصة فقط لزاوية الطبقة المتوسطة والفقيرة. أما من ناحية الدعم، الدعم راح يكون إذا اعتبرنا 5% الدعم للفائدة معناتها 5% على 1,000,000,000، معناتها أول سنة الوزارة المالية عليها تدفع 50,000,000,000 ليرة، أي ما يعادل 33 مليون دولار. أكيد سنة البعضة بده يكونوا شوي أكتر لأنه بده ينضاف عليهم 5,000 طلب جديد. يعني بالنهاية فينا نقول لطالبي القروض أنه المطلوب بعض الصبر، العملية ماشية لكن ما حدا يستعجل ويروح يقدم طلب صح. اليوم أو بكرة صح. ومنأكد كمان على شغلة تانية إضافية، أنه كمان ما يلتجوا المواطنين لأي معاقبي معاملات، ما في شيء اسمه معاقبي معاملات بالمؤسسة العامة للإسكان، ما في طلبات عم تمشي اليوم إلا يلي كان حاصلين على موافقات قبل 15 أدار، هن الوحيدين يلي عم ننجزهم وننهيهم. بعد في بس 150 ملف ننهيهم يلي هن مقدمين طلبات وحاصلين على موافقات قبل 15/3، غير هيك ما في يعني حدا يعني إذا بدك يستفزهم أو يروح معهم إنه نحن فينا نساعدكم أو فينا نخلص لكم ملفكم، هذا الشيء كله خاطئ. يلي عنده أي مشكلة يرجعنا بشكل مباشر. يعني فينا نقول بالنهاية إنه بداية العام الجديد ممكن إنه يكون الموعد المفترض لبدء. نحن نتمنى قبل. يعني نتمنى قبل، ولكن إذا بقيت لتاريخه وإن شاء الله لا. بدي أشكرك أنا المدير العام لمؤسسة الإسكان الأستاذ روني لحوت. أزمة النازحين السوريين كانت في عمق المحادثات اللبنانية السويسرية التي جرت في قصر بعبدة أمس بين الرئيسين ميشيل عون وألان بيرسي، ولم تخلو من مواقف غير متكاملة وإن لم تكن مخالفة. الرئيس عون تمسك بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم، واعتبر أن المجتمع الدولي يساعد النازحين، فلما لا يقوم بذلك في بلادهم لإعادة بنائها، مشدداً على أنه لا يمكن البقاء في إطار حيادي، في إشارة إلى الحياد السويسري. جددت التأكيد على موقف لبنان المتمسك بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم، وترحيب لبنان بالمبادرة الروسية التي تصب في هذا الاتجاه. قراءة مختلفة كانت للرئيس السويسري الذي دعا إلى توفير ظروف العودة الطوعية الآمنة وبكرامة مع عدم تجاهل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. الرئيس اللبناني رحب بالمبادرة الروسية التي تصب في اتجاه تأمين إعادة النازحين، وقراءة أيضا مختلفة للرئيس السويسري الذي دعا إلى مناقشة المبادرة الروسية في إطار المؤسسات الدولية. أما الرئيس نبيه بري الذي استقبل أيضا رئيس الاتحاد السويسري فدعا إلى إعادة النازحين بالتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وقال أعتقد أن 95% إن لم يكن أكثر من السوريين الموجودين في لبنان قد تحررت مناطقهم، مع ذلك نحن لا نلزم أحدا لكن علينا أن نتساعد مع الحكومة السورية. ورفض القول إن في لبنان من يعارض الحوار مع الحكومة السورية مدام هناك سفراء وعلاقات وطالما مشيت الكهرباء أيضا. وليلا أولم الرئيس الحريري على شرف الرئيس السويسري
في بيت الوسط. ومن نتائج المحادثات الدبلوماسية بين الوفدين اللبناني والسويسري إلغاء تأشيرات الدخول إلى سويسرا لحاملي جواز السفر الدبلوماسي. فرنسا والسعودية والصادرات الصناعية اللبنانية بعد هذا الفاصل. بدك سيارة وفيرة حلوة وعصرية؟ والأهم من هيك موديل 2019؟ هلأ هيونداي بتقدم لك أكسنت 2019 الجديدة كلياً بسعر 13900 دولار من دون TVA وتسجيل. للمزيد من المعلومات زوروا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام / هيونداي لبنان، وإذا حابين تجربوا السيارة اتصلوا فينا على 01-886-222. من 1 لـ5 أيلول، من 9 الصبح لـ9 المساء، أجمل هدية بيقدم لكم إياها اتحاد تجار بكفية الكبرى، اللي بتشمل بكفية، حرصاف، ساقية المسك، المحيطي، حسم 50% بجميع محلات الألبسة والأحذية والأكسسوار. من 1 لـ5 أيلول، خلي وجهتك بكفية. ناطرينكن. القطاع الزراعي بين التسويق، كساد الإنتاج، المنافسة والتهريب. ماذا عن الاتفاقيات الزراعية بين البلدان العربية؟ وكيف سيستفيد لبنان من فتح معبر نصيب؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي، ومداخلات لنقابات زراعية ومعنيين. الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 صباحا مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. عاد مطار بيروت إلى دائرة الضوء من بوابة فتح ملفات الفساد وفضائح رشوة واختلاس أموال عامة. فقد وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طلب فيه تحريك الدعوة العامة في صفقات مشبوهة تحصل في مطار رفيق الحرير الدولي قد تتوفر فيها عناصر رشوة وغش واختلاس واقعة على أموال الدولة. وأشار كتاب جريصاتي إلى صفقة تتعلق بالآلات الكاشفة على البضائع في المطار. سجلت الصادرات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفاعا بنسبة 6.6% مقارنة مع العام الماضي، وبلغت 1.079 مليار دولار، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية الصدارة، وتصدرت فرنسا لائحة الدول المستوردة، ثم حلت ثانية منتجات الأغذية والتبغ، واحتلت السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج. تقدمت المديرية العامة للأمن العام بشكوى قضائية ضد المقرصن الإلكتروني رامي صاد الذي اخترق حسابات المديرية بناء على طلب العقل المدبر المدعى عليه خليل صحناوي الذي يستمر توقيفه في إحدى المستشفيات. في صيدا اعتصام أمس وقطع طرقات لبعض الوقت احتجاجا على انقطاع الماء والتيار الكهربائي. وردت اتصالات من سجناء في سجن رومي المركزي تشتكي من انتشار حساسية جلدية بين معظم السجناء بشكل يشبه الجرب. ادلب على النار بعد هذا الفاصل. غرفة التجارة والصناعة في لرنكة وبالتعاون مع سيدرز بافيليون تدعوكم للمشاركة في لقاء رجال الأعمال اللبنانيين والقبارصة في لرنكة في 27 و28 من أيلول. للتسجيل والمزيد من المعلومات الاتصال على 1514 أو 03-62-66-77. صوت لبنان ستواكب من لرنكة أعمال هذا اللقاء ونشاطاته. في منشات المساء ليوم الثلاثاء، ماذا بقي من التسوية الرئاسية بعد الاشتباك الحاصل بشأن التأليف؟ ولماذا صعد نصر الله ضد المحكمة الدولية؟ الجواب مع النائب السابق الدكتور فارس سعيد. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم إلين زغيب عيسى.
مثل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران. روحاني اعتبر أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل إيران بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن، وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان الرئيس الإيراني وهو يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعدادا لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات الحكومة السورية. التحذيرات الروسية تزامنت مع توقيع إيران اتفاقا دفاعيا مع النظام السوري يؤمن غطاء شرعيا لوجود القوات الإيرانية في سوريا. وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أكد أن وجود القوات الإيرانية في سوريا يتعلق بإيران وسوريا ولا يحق لأحد آخر أن يتدخل فيه، ولفت إلى أن أهم موضوع مطروح في هذا الوقت هو البحث في مسألة إعادة بناء سوريا. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا ولا سيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الزعيمين دعيا إلى تحرك دولي لمنع كارثة إنسانية في إدلب. أما المتحدث باسم ميركل فأشار إلى أن روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن الحكومة السورية والحيلولة دون حدوث المزيد من التصعيد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث من جهته روسيا وتركيا على الضغط على الحكومة السورية التي تهدد بخلق مأساة إنسانية جديدة في إدلب، وجدد استعداد باريس لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدمت الحكومة السلاح الكيميائي. رفضت وزيرة الخارجية الكندية التنازل في النزاع الدبلوماسي القائم بين بلادها والسعودية، وقالت في خلال اجتماع للدبلوماسيين الألمان في برلين إن كندا ستناصر دوما حقوق الإنسان في العالم وبما في ذلك حقوق المرأة، حتى وإن قيل لها إن الأمر لا يعنيها وأن الأمر ستكون له تداعيات. إلى صفحة الرياضة مع نجيب قاهي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع أخبار كرة القدم العالمية، وتحديدا مع مفاجأة كبيرة كانت عم تسجل بالدوري الإنجليزي مع سقوط فريق مانشستر يونايتد على أرضه أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-3، وبالتالي السقوط الثاني ليونايتد هذا الموسم راح بعجل برحيل مورينيو المدرب، ولكن لهلا ما في شيء واضح في هذه الأمور. منتابع مع الدوري الإيطالي مع روما يلي بيتعادل على أرضه 3-3 مع فريق أتلانتا. بالوقت يلي بالدوري الإسباني تعادل بين أتلتيك بيلباو وهوسكا 2-2 وفوز سيلتافيغو على ليفانتي 2-1. أما الحدث الأبرز بعالم الرياضة فهو دورة اليو اس أوبن، ورح نكون مع أبرز المواجهات عند الرجال وعند السيدات بالدور الأول من رابع وآخر دورة من دورات الجراند سلام لهذا الموسم. عند الرجال انتصارات لخاشانوف، بيلا، سونيغو، تاك، سيمون، لورنزي، راونيتش، بابرينكا يلي بيتغلب على ديميتروف في مباراة كبيرة، ياري، هامبرت، ماري، كوبلر، إسنر، باراشفيري، فرداسكو، فريدز، لايوفيتش، شاردي، تشوريتش، سابي، نوري، شابوفالوف، أندرسون، تيتي باس، جونسون، تيم، ديل بوترو ورافائيل نادال يلي من وقت قليل بيتغلب على ديفيد فرير بانسحاب الأخير. أما عند السيدات انتصارات لابيجو، مارتنز، فانغ، زفيتولينا، كانيبي كينغ، ماكاروفا، زيساتوفا، بليسكوفا، لو، ميكوفا بأبرز المواجهات اللي كانت عم تصير، بالإضافة أيضا لفوز لون سيفنز على أرضها سافاروفا وسكاري. إشارة إلى أنه أفضل 128 عند رجال و 128 عند السيدات بيشاركوا بهذه البطولة. وإلى صفحة الأحوال الجوية.
الجو غائم إجمالا والحرارة تصل إلى 31 درجة على السواحل مع ظهور طبقات من الضباب. كان في النشرة لعبة كلمات متقاطعة بين بعبدة وبيت الوسط. نحن بانتظار. وبين حزب الله والمستقبل. لا تلعبوا بالنار. هل المطلوب رئيس حكومة غير خصم لسوريا؟ رئيس الحريري محمد ما بعرف أنا دولة شو السبب. وبري يدعم الحريري. أكتري الساحة اليوم سمت رئيس الحريري وما فيش تغير بهذا المشهد. انفراج في القروض الإسكانية وروني لحود يشرح الآلية. وزارة المالية راح تدعم الفوائد بدل ما يكون الدعم من المصرف المركزي مثل ما كان سابقا. روحاني يمثل أمام البرلمان والاستجواب حول الأزمة الاقتصادية. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الثامنة والربع قدمناها لكم من صوت لبنان.